عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هاد لاباري اللي عاد توصلت بيها، عاد شريتها، وهي ديال القهوة اللي زوينة، يعني كنت سمعت عليها وبغيت نشريها، يعني جاني فضول أنني ناخدها وغادي نشاركها معكم كيفاش كتخدم كيفاش هذه. أنا أول مرة غادي نحلها دابا معكم، غادي نكتشف شنو كاين داخل هاد الكتاب. راه كيجي معاها هذا، راه كيصيفطوه معاها، فيه بزاف ديال لي غوسيت كيفاش نخدمو مختلف ديال القهوة كاينين هنايا، بزاف ديال الحاجات غادي نكتشفوها مع بعضنا ان شاء الله. هذه ديال لادوز ديال باش كنهزو القهوة، وهذا هما فاش كدير القهوة هنا باش كنحطو القهوة بنايا. هذه فيها ديال دو طاس، بغيتي دير القهوة فيها دو طاس، وهذه هي سول طاس، هذه طاس وحدة، وهذه ديال دوك لي كابسيول اللي كيكونو دايرين كي ديال الإكسبريسو، وهذه هي الكيسة فيها هذه. هذا ديتاتخون ديالو باش كيكون، باش ملي كتكون الكالكير كيدخل في الماشين كنديرو هادي، ربما كنديرو هنا، انا باقي معرفتش كيفاش كيدار ليها باش كتخدم، يمكن هنايا لداخل نديرو فيها واحد البلاصة هنايا، ربما هي كتكون هنا في الما في هاد البلاصة هادي، هادي كتكون هنايا مع الماء، هادي هي اللي كيكون فيها الماء، كيكون فيها الماء كنديرو فيها الماء من هنايا، ومن الأحسن الماء يكون معدني ولا الماء مصفات ولا طايب، يعني طايب وبارد على حسب الكالكير باش ما يتجمعش لينا في لاباراي. وهادي هي بحال هكا باش كنجبدوها عندنا حتى كنعمرو صافي وكنعاودو نرجعوها. بالنسبة لهادي هي اللي كتسخن لينا الحليب هكا باش بلا ما نعاودو نديرو الحليب في بلاصة أخرى ونفيضوه في كسرونة، وهادي من هنا كتكون كيكون هنايا في الزيرو، وكنجيبوه هنايا باش كيسخن لينا الحليب صافي، وكنرجعوه عاوتاني للزيرو ملي كيفاد الحليب. بالنسبة لهاد البطونات ثلاثة عندنا، هادي اللي إلا بغيتي طاسة وحدة ديال القهوة، وهنا جوج ديال لي طاس، وهنايا عندنا دوك لي كابسيول ديالها اللي كيتباعو معاها بحال ديال الاكسبريسو. وبالنسبه لهاد البلاصه هذه، بالنسبه لهاد البلاصه هذه اللي دايرين هنايا، كتكون دائما سخونه، فعل ديال الماء فاش كيكون كيسخن كيحطوا فوق منها لي طاس اللي باغيين يديروا، يعني الاولى الثانيه الثالثه، وكيديروهم هنايا باش كيبقاو ليهم سخان. بالنسبه لهاد البلاصه اللي لتحت، الا كانت لا طاس صغيره كنحطوها هنايا، وإلا كان عندنا كاس كبير يعني طويل كنحيدو هادي، وكتبقى هادي كنحطو الكاس بحال هكا. بالنسبة لهادي هي اللي كدير فيها القهوة، كنعبرو القهوة بهادي لادوز كيفاش كنديروها، من بعد ملي كنعمروها هاد التحتانية هادي اللي دايرين هادي دايرينها خصيصا باش كنهبطو القهوة بحال هكا باش
كتهبط هكا كنوركو عليها باش كتقاد. هاديك الساعه كنديروها هنايا. بالنسبه لهادي راه دايرين هنايا كيف فين كتديفليش هنايا، كتجيبيها من هنا وعاد كدوري هكا وكتوقف عند هاد الفلاش. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال اول استعمال، لان عطاونا هنا شي تعليمات انها خاصها تغسل 5 ديال المرات، يعني دير فيها الماء هنايا ويدور فيها الماء شي 5 ديال المرات عاد ممكن اننا نستعملوها. دابا غندوزو للطريقه. صافي هنا عمرنا الريزيرفوار بالماء، عمرنا حتى التعمر حتى لهنايا حتى الماكسيموم. هاديك الساعه دابا غادي نبداو نخدمو. بالنسبه لهاد العمليه اللي غنديرو دابا راه كدير 5 ديال المرات بالنسبه للايزاج الاول ديال لاباراي ديال القهوه، يعني كندوزو فيه الماء اول حاجه كنديروها هي كنعمرو الريزيرفوار بالماء حتى الماكسيموم بحال هكا. من بعد غادي نديرو غنحيدو هادي لان عندنا كاس كبير، غادي نحيدو هادي باش تخشري لينا الكاس. غنديرو هنايا هادي اول حاجه. ثاني حاجه كنمشيو كنشعلو لاباري، كنديرو ليها اون كنشعلوها، هادو كيبداو كيشعلو يعني الماء بدا كيسخن. صافي وكنخليو. صافي دابا ما بقاوش كيشعلو كيطفاو، غادي نديرو هنا ديال جوج ديال لي طاس بحال هكا ونخليو الماء كيهبط كيدور فيها وبدا كيهبط. صافي دابا هادي. من بعد غادي نحيدو هذا باش نوريكم الماء اللي تخوى. هذا الماء الاول دابا هاد العمليه غنكرروها 5 ديال المرات. غنعاودو تاني نوريكو تاني. دابا نوريكو تاني المرة الثالثة. هنا عاود تاني المرة الرابعة غادي نوريكو عليها. ودائما كنردو البال للكاس اللي عمر لينا، كناخذو كاس يكون كبير تقريبا ليه شي نص سيترو ديال الماء باش ما يتخواش لينا على لاباري هنايا. صافي دابا بقات المره الخامسه الاخيره. صافي كنخليوه دابا المره الخامسه كنخليوه حتى كيقطر مزيان وما يبقاش لينا الماء هنايا عاد كنحيدو. صافي دابا كنحيدو هذا كنمسحو. دابا في الاول عمرنا الريزيرفوار حتى الماكسيموم، يعني تخوى منه تقريبا شي نص سيترو وكيهز تقريبا شي اطرو. دابا بقى فيه النص، يعني هو اللي غادي يسرح لنا القنوات ديال هادي باش كينظفها. هادي ديال الحليب، شنو كنديرو؟ اول حاجة كنديرو هاد الكاس بحال هكا، كنجيبو هادي كنجروها هنايا عندو هكا باش كيتخوى البخار هنايا. من بعد هادي كندوروها هنايا صافي نحبسو حتى نخويو هاد الماء اللي عندنا دابا تعمر تقريبا النص هكا تقريبا النص غادي نخويو. صافي ونعاودو العملية تاني. دابا حيت قبيله كنا رجعنا للزيرو باش نحبسو العمليه باش كنخويو هاد الكاس، دابا غنعاودو تاني على نفس العمليه. دابا غنحبسو عاوتاني باش كنخويو الماء، غادي نجيبوها للزيرو. هادي المره الثالثه
صافي هنا سكسيس بانه صافي رساله. هنا البخار كله نزل صافي، وكنرجعو عاوتاني للزيرو وكنحيدو هذا. هو دابا الماء الثالث هذا، هنا صافي هذا هو الماء الاخر، لان الريزيرفوار صافي خوا من الماء. صافي في الاخر كنبقى كيدير غير البخار. صافي دابا راه تنظفات من الداخل. وبالنسبه لهاد البلاصه هادي، بالنسبه لهاد البلاصه اللي كتكون هادي، كيحطوا فوق منها بحال هكا لي فاس باش كيسخنوا، باش ملي كيخويو فيهم القهوه ما كتبردش. هاد البلاصه كتكون سخونه. دابا بعد ما سالينا التنظيف ديالها صافي، غادي ندير واحد لي سي ديال القهوه، غادي نجربوا فيها القهوه كيفاش كتجي. وبالنسبه لهاد لاباري ديال نيكسبريسو هذه، غادي نديرها لكم فيديو حتى هي خاص ونشرح لكم كيفاش كتخدم. دابا غادي ندوزو غادي نعمرو هذه بالقهوه ونطلقو. دابا هذه هي اللي باش كنعمرو دائما القهوه، يعني هذه هي اللي عاطينها ليزوغاج ديالها، كنعمروها وهي التحتانيه هي باش كنوركو، كنوركو مزيان. باش كتجي القهوه بحال هكا، من بعد كنجيبوها هنايا وكنطوروها لهنايا الوسط. اول حاجه كنديروها كنديروا لي طاسو من الاولين هنايا مقابلين مع هادو بحال هكا، وكنوركو على هذه اللي فيها لي دو طاس. صافي هادي هي القهوة ديالنا لي وجدات، ودابا هادو هما الكويسات ديالنا. هادي هي القهوة اللي حصلنا عليها، بعد هي القهوة الأولى، كتجي زوينة، كتجي قاصحة، بالصحة والراحة.